بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للبرودة الصبح ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على جنوب البلاد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي. في ميكس ظواهر جوية النهاردة، هتحصل في أمطار من خفيفة لمتوسطة، كمان في رياح، وفي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتراجع يعني بنعتبره مفاجئ شوية في درجات الحرارة. طمنين عن التفاصيل الكتيرة دي. بالفعل احنا بدءا من اليوم هنبدا نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه. الانخفاض ده هيكون بحوالي 7 ل 8 درجات عن الامس، لان احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، اليوم متوقع تكون 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، هتساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحراره. كمان تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض، هيساعد ايضا على انخفاض درجات الحراره، وكمان وجود فرص سقوط الامطار. فاحنا خلال فترات النهار هنبدا تدريجيا كده نشعر بانخفاض درجات الحراره، لان كمان انخفاض درجات الحراره هيكمل معانا الى نهايه هذا الاسبوع باذن الله، وتدريجي هيحصل انخفاض عن 26 درجه مئويه. اجواء فتره النهار اليوم هتكون اجواء مائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء دافيه ومعتدله تماما على السواحل الشماليه للبلاد، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط، وتظل الاجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الصغرى على القاهره الكبرى فتره الليل متوقع تكون 14 درجه مئويه، فده انخفاض في درجات الحراره، نبدا نحس تاني في الاجواء البارده خلال فترات الليل في اغلب محافظات الجمهوريه. كمان اليوم مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيكون في فرص لسقوط الامطار، القاهره كمان ليها فرص لها نسب من سقوط الامطار اليوم، هتكون الامطار اليوم على السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات الوجه البحري امطار خفيفه، وقد تصل لبعض المناطق من القاهره الكبرى امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بالاضافه كمان امطار خفيفه وممكن تكون رعديه على بعض المناطق من وسط وجنوب الصعيد، لكن الامطار اللي هتبقى موجوده بصوره كبيره هتبقى موجوده في سيناء وخليج العقبه ومحافظه البحر الاحمر، المناطق دي هتتعرض لسقوط امطار ما بين المتوسط والرعد احيانا على مدار اليوم. المناطق هتبقى محافظه البحر الاحمر، سيناء، خليج العقبه، مدن القناه، خليج السويس، ونتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وارد جدا يتشكل بعض السيول الموجودة هتبقى موجودة في سيناء وخليج العقبة وخليج السويس. إن شاء الله متوقع من غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة، كمان غدا متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، ذروة الانخفاضات هتكون يوم الأربعاء القادم 22 درجة مئوية فترة النهار. فرص الامطار تبدا تتلاشى من على سيناء لكن تبدا تزيد على السواحل الشماليه وتتحول لامطار متوسطه، ومتوقع كمان خلال الايام القادمه مع يوم الثلاث والاربع تمتد فرص الامطار بالنسبه للقاهره الكبرى. فاحنا مهم جدا خلال الوقت ده من السنه ودايما بناكد مع حضراتكم بلاش تخفيف الملابس او بلاش ارتداء ملابس صيفيه، ممكن فترات النهار تكون ملابس خلفيه، يعني نقدر نخفف فتره النهار، فترات الليل واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت. المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار وخاصه اليوم سيناء ومحافظه البحر الاحمر لازم تكون القياده في دكان، ناخد بالنا من الطرق اللي جنبها مقرات سيول، لازم نبتعد بقدر الامكان على الطرق اللي جنبها مقرات سيول. فترات النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، وان شاء الله السلامه عليكم. بشكرك من هنا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 26
والصغرى 14، العاصمة الإدارية 27-13، اسكندرية 21-14، العلمين الجديدة 21-15، مطروح 20-14، دمياط 24-14، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 27-15. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 14، العريش 24-15، كاترين 23-6، طابة 26-14، حلايب 30-22، شلاتين 31-21، شرم الشيخ 30-19، الغردقة 31-21. الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 20، بني سويف 27-14، الوادي الجديد 35-17، أسيوط 31-19، سوهاج 33-19، قنا 36-18، الأقصر 36-18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 19. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية نرجع لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم.